صباح الخير. قضايا الوجود هاي المعضلة الموجودة منذ الأزل، هذا الشيء اللي دايما بيدور بفكر كل بني آدم موجود على وجه هاي الأرض. الفكرة الوجودية بحد ذاتها كانت سبب بجدل كتير كبير، كتير من الكتاب والأدباء كانوا عم يتناولوا هاي المواضيع، وكل واحد بطريقته الخاصة وأسلوبه الخاص. روايتنا اليوم هي رواية غير منتهية للكاتب الياباني ياسوناري كاواباتا، رواية هندباء برية. هاي الرواية كلها عبارة عن حوار بين شخصين. بطلة روايتنا كانت مصابة بشيء أطلق عليه اسم عمى الجسد. هذا المرض بخلي الشخص ما يشوف شخص واحد بس بحياته. هذا الشخص اللي كان ضحية كان خطيب بطلتنا، كانت تشوف كل الناس بس ما تقدر تشوفه، وما تقدر تشوفه للحظات، فجأة يصير حدا غير مرئي بالنسبة لها. بدأت معها أعراض هذا المرض من لما كانت طفلة، صارت معها أكثر من حادثة، وبعدين تفاقم لما خطيبها دخل حياتها. الحوار خلال الرواية بيكون بين والدة البطلة وخطيبها بعد ما يوصلوها لمكان مثل المصحة النفسية لحتى تقدر تتعالج من عمى الجسد. وهني راجعين من هاي المصحة بتبدأ القصة، بتدور كتير من الأحداث النقاشات بين بتشعر وكأنه بين جيلين، اللي هو جيل الشباب وجيل الأهل، كيف عم ينظروا للفكرة الوجودية بشكل عام. رواية فلسفية، قدر الكاتب حتى يخلق الفلسفة بأبسط التفاصيل، سواء كان بالتفاصيل اللي عم بيشوفوها وهن عم يمشوا بالشارع، بالأشياء اللي عم بتكون حواليهم، بالنهر، بالنباتات، حتى الأطفال جعل منهم فلاسفة صغار. في جزئية كانت مميزة بالرواية هو الناقوس. قصة هذا الناقوس انه هو موجود بالمستشفى، لما راحوا وصلوا البطلة لهنيك قالوا لهم بالمستشفى انه هذا الناقوس بدق الساعة 3، 6، 9، و12، وبكل مرة بدق فيها واحد من المرضى هو بدق الناقوس، فبكل مرة الناقوس بيعطي صوت مختلف، وعادة لما يجي حدا جديد على المستشفى بيخلوا هو اللي يدق الناقوس. لما كانوا راجعين بطريقهم كل ما يسمعوا دق الناقوس يفكروا هل هي بطلتنا اللي عم بتدق الناقوس، وبيصيروا بيقولوا ايه او لا حسب دقة الناقوس، هل هي قوية؟ هل هي ضعيفة؟ هل تكررت أكثر من مرة؟ هذا الشيء كله يمكن كان وكأنه رسالة نوعا ما، انه أوقات نحن لما الأشخاص يصيروا غرباء بحياتنا أو لما نبطل نشوفهم، وكأنه دايما في رسائل عم بيحاولوا وصلونا إياها لحتى يثبتوا إن هن موجودين. بطريقهم بتدور بينهم أحداث كتيرة ونقاشات كتيرة. لما يدق الناقوس وكأنه البطلة عم بتذكرهم إنه أنا لسه موجودة، لا تنسوني. وهون بيكون الفرق إنه خطيبة كل ما يدق الناقوس بحس الذنب، انه ليش نحن تركناها هنيك. كل ما يدق الناقوس بيقول لوالدها انه انا بدي ارجع شوفها لانه هو مو مطمن لهذا المكان اللي تركوها فيه، لكن والدتها بتكون اكثر نضجا نوعا ما، وبتقنع خطيبها بطريقه او اخرى انه لا اتركها لانه هي لازم تتعالج من هي الحاله اللي عم بتمر فيها. وفاة والدة البطلة بشكل عندها فرق كبير بحياتها، وبيكون أحد أهم الأسباب لحتى يتفاقم عندها المرض. بيتوفى بطريقة غريبة نوعا ما، وخصوصا أن البطلة كانت معه لحظة الوفاة وهي مصابة بهذا المرض، فصار في كتير شكوك حول كيف توفى والدها. الرواية اللي نحن عم نحكي عنها حائزة على جائزة نوبل عام 1968. كاتب الرواية، لما قلت لكم بالبداية هي رواية غير منتهية، كاتبنا ما أنهى روايته، انتحر عام 1972، يعني بعد الجائزة بكم سنة انتحر. وكثير من القراء قالوا أنه الرواية كانت عم بتمثل وصية الكاتب. يا ترى نحن شو ممكن نفهم من هاي الوصية؟ رواية فلسفية بطريقة مخيفة صراحة، يمكن الواحد ممكن يحتاج يقرأها أكثر من مرة. والأدب الياباني دائما بيتميز ببعض الصفات اللي بتشعروا ممكن أنتم عم تقرأوا شيء مختلف، مختلف تماما، حتى بالأسماء، بالتفاصيل، بالأكل، بوصف الأماكن، بطريقة تفكيرهم، بتحسوا ممكن أنتم فعلا عم تتعرفوا على ثقافة جديدة كليا. ماني قادرة أحكم على الرواية إذا هي حلوة أو مو حلوة. في بعض اللحظات اللي حسيت فيها بالملل نوعا ما لطريقة السرد، بس برجع
بقول إنه أنا عم بقرأ أدب مختلف تماماً عن اللي أنا متعودة عليه، فممكن هذا الشيء اللي خلاني أشعر شوي بالملل. بس أكثر شيء أثار فضولي بالموضوع قبل أصلاً ما أشتري الرواية إنه أنا لما قرأت عنها قرأت إنه الكاتب مات قبل ما يخلصها، فكنت عم حاول شوف كيف كانت النهاية اللي هي آخر صفحات بالرواية. هل أنتوا بتشعروا أنه هون فعلاً في نهاية، ولا بتشعروا وكأنه أنتوا حدا عم ياخد منكم شيء وأنتوا بعدكم ما خلصتوا؟ هذا الشعور نوعاً ما اللي ممكن يجيكم أنه أنتوا بتسكروا الرواية بتحسوا لسه ناقص كتير لحتى توصلوا لمرحلة الرضا تام عن الشيء اللي انتوا عم تقرأوه. بالنهاية هاي وجهة نظري أنا، خبروني انتوا إذا قرأتوا الرواية لكم وجهة نظر مختلفة، وخبروني كمان إذا انتوا من محبي الأدب الياباني.